مثلا عدد ديال الناس اللي كيسمعوا شي حاجه مثلا في زمن الصحابه والسيره النبويه، عدد من الناس كيقولوا كنا عشنا في ذاك الوقت، كنا عشنا في ذاك الوقت وحنا مسلمين، لان حتى ابو جهل عاش في ذاك الوقت وابو لهب تو عاش في ذاك الوقت، عبد الله بن سبا تو عاش في ذاك الوقت، الصقعين عاشوا في ذاك الوقت والمزيانين تو عاشوا في ذاك الوقت. ديما كنقولوا كنا عشنا في ذاك الوقت وكنا مزيانين، يعني مسلمين، لا بغيناك تكون من المسلمين. وكنقولوا باللي افضل وقت مضى على الامه في الاسلام بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا هو زمن النبوه، ملي مات النبي عليه الصلاه والسلام كنتكلموا على زمن الخلافه الراشده. وكل شيء كيسمع زمن الخلافه الراشده، بل عدد من الجماعات الدعويه عبر تاريخ الاسلام كانت تنشد العوده الى ما جاء اللفظ فيه في الحديث بالخلافه على منهاج النبوه. يعني كيقول لك بحال الخلافه الراشده وكذا، كتقول لي جميل جدا. طيب في الخلافه الراشده شنو اللي كان؟ ما الذي كان يميزهم؟ واش كانت مبسوطه عليهم الدنيا وداخله ما كذا خارجه؟ واياكم من ذاك الصور النمطيه اللي كيعطيوها المسلسلات التاريخيه. كيقول لك مثلا الخليفه تيبان حاطه لي واحد القربوص ديال الفواكه وتيهز هو العام تيبان العنقود ديال العنب تياكل فيه بحال هكا وتيقول ادخلوا الجواري وتيديروا بحال هكا وكيبداو العام تيدخلوا لي كيعيش الطنز. ما الذي كان يميز عهد الخلافه الراشده؟ في زمن ابي بكر حروب الردة على اشدها ودوز سنتين وشويه وتوفاه الله عز وجل. سيدنا عمر الفتوحات وكل شويه جايه الطريق، كاين الفتوحات هنا، كاين الحرب هنا، عام الرماده هنا، عندك المجاعه هذا الشيء، عندك الناس خصهم صوب الدواوين، قد المسائل، هذا الشيء اللي كاين الناس فرحانين بهذا لي زالوكاسيون فاميليال الى اخره، اول من سنها عمر رضي الله عنه وارضاه. قال لهم اودي لا، المراه كذا اللي ما كترضع ولدها هي اللي ما كترضعش ولدها هي اللي نصرفوا لها. داز واحد الوقيته بدا كيسمع الوليدات الصغار بزاف تيبكيو في المدينه. قال لي علاش هاد الوليدات الصغار تيبكيو؟ قال لي هادو راهم مواتهم فطموهم لانهم سمعوا باللي راه العطاء ما غيتعطى غير للعيالات اللي ولادهم ما بقاوش تيربوا. فقال لهم حبس، المراه اللي تولد لها ولد عندها عطاء من بيت مال المسلمين ومن ولدها حتى تتم السنتين ديال الرضاعه. بنادم ضارب معاه تيجي التعويض ديال فوليبران. هادشي هو الاول. طيب ولكن هادشي ملي كان راه عباد الله ما كانش عايشه في البدخ. راه كيقول لها قرقري او لا تقرقري، معاه كان كيهضر سيدنا عمر، كان كيهضر معاه كنشوف. كتغرغر بالجوع، عرفتي ديك التغرغره ديال الجوع شحال قبيحه. وكيقول لك كنشوف ملي كتغرغر كيقول لها قرقري او لا تقرقري، والله لن تشبعي حتى تمتلئ بطون جياع المسلمين. بمعنى ان القضيه كانت حامضه. طيب سيدنا عثمان بلات كتبان الريحه ديال الخوارج غير ويبانو. زمن سيدنا علي، سيدنا عثمان وسيدنا علي راه تقتلوا، سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كلهم تقتلوا. طيب اللي كنقول احنا الخلافه الراشده شنو اللي كان عندهم زين؟ الحكم في الاندلس كان فيه البدخ وكانوا فيه الفلوس، باقي القصور ديال الاندلس ديال خلفاء المسلمين في الاندلس لا زالت تشهد على هذا. الاثار ديال الملوك اللي دازوا هنايا مثلا في المغرب، اقصد بالمغرب يعني المغرب الكبير الغرب الاسلامي، لا زالت تشهد على البدخ الذي عاش فيه الناس. طيب ما الذي كان في عهد الخلافه الراشده وحنا كنعتبروه اللي هو افضل فتره؟ الذي كان عندهم هو المسارعه الى الاستسلام لامر الله عز وجل، المسارعه لتطبيق الاسلام كمنهج حياه قبل ما يتململ الانسان على شانه ام صغر. قبل ما يتململ الانسان ينظر ما حكم الله في هذه المساله.